الموجز الإخباري من وكالة سند للأنباء، أهلا بكم. رئيس الوزراء الفلسطيني محمد الشتية يعتبر إعلان الاحتلال عن 2862 وحدة استيطانية جديدة في الخليل عدوانا صارخا على الأراضي الفلسطينية، موضحا أن هذا يضع العالم خاصة الولايات المتحدة أمام مسؤوليات كبرى لمواجهة وتحدي الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل بشكل ممنهج. نادي الأسير الفلسطيني يقول إن احتمالية ارتقاء شهداء بين الأسرى المضربين عن الطعام تتصاعد في ظل استمرار سلطات الاحتلال في تعنتها ورفضها الإفراج عنهم وإنهاء اعتقالهم الإداري التعسفي، والعشرات من أسرى حركة حماس يستعدون لخوض معركة الإضراب المفتوح عن الطعام إسناداً لهم. محكمة الاحتلال الإسرائيلي تؤجل محاكمة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع وخمسة آخرين معهم إلى 8 نوفمبر المقبل. وزارة الصحة الفلسطينية تسجل 10 وفيات و270 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية بعد فحص 4462 عينة مخبرية. إسرائيل والإمارات توقعان اتفاق الممر الأخضر الذي يسمح لمن تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بحرية التنقل بين البلدين والاعتراف المتبادل بشهادة التطعيم. مجلة سان جوزيف سبوتلايت تحذر عبر دراسة أجرتها من انتشار مرض يدعى لايم ويعرف بالمقلد العظيم، وهو أكثر الأمراض المتنقلة عن طريق النواقل والأسرع نمواً والذي يشكل تهديداً كبيراً للصحة العامة. نهاية الموجز، في أمان الله.